قصة صعود المهدي العلوي إلى الطابق الثامن من فضاء تكنولوجيا الإعلام تختزلها حاضنة للمقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا. بدايته كطالب طموح آمن بالمقاولة والتكنولوجيا واستشرف آفاق المستقبل لم تخلو من عثرات. حينها أدرك الحاجة الملحة لدعم الشركات الناشئة. تلاقيت مجموعة من الشباب في لو روغار ديال واحد هذاك لي جون شفت راسي انا ملي كنت بديت وتفكرت انني ما كانش يمكن لي نوصل الا بالمعاونة ديال مجموعة الناس. قلت انا جا واقيلا الوقت والدور ديالي انني نعاون الناس اخرين بالامكانيات اللي عندي. ومن ثم جات الفكرة ديال انشاء هاد الحاضنة اللي الهدف ديالها هو هدف اجتماعي ماشي هو هدف يعني عنده علاقة بخلق الثروة. اللي عندي أنا مهم هو أنه كما أنا نجحت نعاون ناس أخرين ينجحوا وما يدوزوش الناس المشاكل اللي دازت منهم أنا. تسلق سلم نجاحاته لكنه ظل مصرا على تقاسم التجربة. بلغ ضفة الشركات الكبرى ولم يمنعه ذلك من العبور مرة أخرى صوب البدايات الأولى حيث مقاولات مبتدئة تتطلع إلى الدعم والمواكبة. هاد الحاضنة عندها ثلاثة ديال لي زوبجيكتيف. أول أوبجيكتيف أنه كتخلي مجموعة المقاولات الناشئة يكبروا يكون عندهم واحد لو كوتشين يكون عندهم واحد ليسباس فين يقدروا يخدموا وكنكونيكتيوهم مجموعة من الشركات الكبرى باش يخدموا معاهم. هذا هو الأوبجيكتيف الثاني. والهدف الثالث هو هدف مهم بزاف هو تمويل هذا يعني المقاولة الناشئة. مهدي علوي هو عنده 19 عام خلق أول ستارت اب ديالو ودرس في الخارج خارج الوطن ودائما عنده اون فيزيون أنه غيرجع لبلاده وأنه هادشي بغا يولي في بلاده وأكثر باغي أحسن من داكشي اللي شاف في خارج الوطن. بدايتها سنة 2017 تمكنت حاضنة المقاولات من التعاون مع 1000 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصعيد الوطني وبالقارة الإفريقية مع احتضان 150 شركة وتمويل أكثر من 40 مقاولة إضافة إلى إبرام عقود شراكة بين شركات كبرى وأخرى ناشئة. كثيرون التقت مساراتهم مع تجربته حيث يحظون بالتوجيه والدعم الضروري لتحقيق نجاحاتهم. كتقوم بمتابعة جميع المشاريع اللي كيكون عاد في طور الإنشاء وقدمت لنا بيان ايفيدامون واحد المتابعة مع كفاءة عالمية كما قاموا أيضا أنهم عاونونا بأننا نديكروشي واحد لا سوبونسيون واحد المحتضن اللي الحمد لله لقينا فيه واحد المساعدة كبيرة من ناحية التكوينات لأنه ما يمكنش لصاحب المقاولة يكون عنده معلومات في جميع المجالات. الإصرار سمة تطبع مساره. قصة نجاح لا يبخل في تقديم أسرارها. قصة نجاح ماشي هي بالضبط يعني شحال واحد عنده ديال الفلوس ولا شحال ولا مشهور مي بلوتو هي شي واحد اللي قدر عنده واحد الحلم وقدر يوصل ليه ويجدد الحلم ديالو ويعاود يوصل ليه من جديد. ملي كتخلق شركة راه بحال واحد الماراطون ماشي اللي كيجري بزاف هو اللي غادي ينجح ماشي اللي يعني اللي قوي هو اللي غادي ينجح. اللي غادي ينجح هو اللي سولي كي نفا جامي ابوندوني. قصة نجاح اللي شفنا الناس اللي نجحوا في التكنولوجيا ما نجحوش في عام ولا عامين نجحوا بودل 10 سنين ومجموعة من المشاكل وقعوا لهم تجاوزوهم بالثقة في النفس المتابعة وسي كيل شوز دو تري تري امبورتون حنا كنسميوها بلغة الإنجليزية لو جيف باك يعني ملي كناخد شي حاجة كنعاود نعطي بلا ما نتحاسب مع هذاك اللي غنعطي شي حاجة. بين أخذ وعطاء تتراكم التجارب وتفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
هو مجال واعد بالمغرب، يتعزز موقعه بفضل مبادرات رائدة